وتقديرا لجهوده في خدمة الإعلام البحريني والخليجي، كرمت جائزة الصحافة العربية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بجائزة شخصية العام الإعلامية. نبيل يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مملكة البحرين شخصية العام الإعلامية لجائزة الصحافة العربية، رافعا اسم مملكة البحرين عاليا. فاز سعادة نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بجائزة شخصية العام الإعلامية خلال حفل توزيع جوائز الصحافة العربية الذي يقام على هامش منتدى الإعلام العربي. أنا سعيد بهذه الجائزة وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تكرمه بمنحي هذه الجائزة، وأنا أعتقد بأن هذه الجائزة ليست تكريماً لي كشخصي وإنما تكريماً لكل الصحافة والإعلام في البحرين، وهذا محل شرف لنا، ونهدي هذا التكريم وهذه الجائزة لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى. ضم حفل جائزة الصحافة العربية نخبة من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة على مستوى العالم، حيث منحت جوائز الصحافة العربية للفائزين من مختلف الصحف والمجلات، إضافة للعاملين في المجال الإعلامي الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم بعد المنافسة مع آلاف الأعمال التي سعت للفوز بهذه الجائزة. أهني جلالة الملك حفظه الله بفوز الأخ نبيل بن يعقوب الحمر بهذه الجائزة الرفيعة واستلامها من يد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه تقدير لشخصية إعلامية بحرينية وهو مستشار جلالة الملك، فإحنا نتشرف جميعا ونهني جلالة الملك ونهني البحرينيين. جهود كبيرة قام بها سعادة نبيل بن يعقوب الحمر على مدى الأعوام الماضية من أجل نهضة الإعلام الخليجي والعربي وتطويره على كافة المستويات، ليأتي هذا التكريم تقديراً لهذه الجهود الكبيرة التي تصب بنهاية الأمر في مصلحة الإعلام الخليجي وتحقيق دوره في عملية البناء الحضاري بأفضل صورة. تكريم مستشار جلالة الملك بشخصية العام الإعلامية جاء نتيجة للمكانة الهامة التي يحظى بها الإعلام البحريني على المستوى الخليجي والعربي، إضافة لما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير إلى قطاع الإعلام، هذا القطاع الحيوي والهام. لتلفزيون مملكة البحرين، كنان لحدو، دبي.